الدنيا اتقلبت خلال الفترة اللي فاتت بسبب تصريحات أطلقها الفنان السوري الكبير دريد لحام. دريد لحام قال بعد العمر ده كله وبعد الشهرة وبعد المجد وبعد الثراء الكبير جدا، حاليا أنا بعيش على حوالي 18 دولار اللي هم قيمة التقاعد اللي هي قيمة المعاش بالطريقة المصرية. هو في حد يقدر يعيش على 18 دولار شهريا؟ وضع سوريا صعب، الوضع بتاعها كارثي، خاصة بعد ذلك الذي رأيناه خلال 10 سنوات ماضية. في إشارة طبعا لذلك الذي حدث في قلب الوطن السوري العزيز في أعقاب تفجر ثورات الخراب العربي سنة 2011. كل وسائل الإعلام الدولية فوجئنا بأن هي بتلت وبتعجن في التصريحات بتاع دريد لحام، وبتحاول تحمل النظام السوري بشار الأسد نتائج ذلك الذي حدث. دون أن تتوقف تلك الوكالات وسائل الإعلام الدولية عند الذي يحدث على أرض الواقع بشكله الصحيح، حيث كشفت مصادر تركية أن هناك مخططات أمريكية من أجل تقسيم الدولة السورية، بحيث أن بيتم التجهيز حاليا دلوقتي لإقامة دولة إرهابية في الشمال السوري. تعالوا بينا نعرف التفاصيل الصادمة خلال الحلقة ديت، لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي وإنت من حقك تعرف. أهلا وسهلا بحضراتكم. منذ ساعات قليلة الفنان دريد لحام أطلق تصريحات، التصريحات ديت مفادها أن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن واحد يعيش ب 18 دولار في الشهر بعد التقاعد، بعد ما يوصل الستين سنة، إزاي أن احنا نعيش ب 18 دولار فقط لا غير؟ الوضع الاقتصادي صعب جدا في قلب الوطن السوري. الفنان طبعا دريد لحام فجر جدل واسع جدا بتصريحاته عن حالته المادية، وقال ان هو بيتقاضى راتب تقاعدي يعادل ثمن عبوتين من الغاز فقط، وقال انا بتقاضى راتب تقاعدي يقدر ب 190 الف ليرة، اي ما يعادل 18 دولار، وده بيعادل سعر عبوتي غاز، ويمكن اقدر اتعشى بيهم في مطعم 3 نجوم وليس 5 نجوم. انه معاش لا يليق بإنسان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الحالي. وقال أنا ما بشتكيش على مستواي الخاص، لأن أنا عندي الحمد لله دخل آخر أنا عايش بيه، لكن بشتكي لأن اللي زيي ووصل للستين طبعا الراتب بتاعه مش هيقدر إن هو يعمل بيه حاجة. وسأل في حدا بالكرة الأرضية بيعيش ب 18 دولار في الشهر؟ ثم بيقول أصبح بيعرض علي أشياء لا تليق بي، وأرى أن مستقبلي مضى وانتهى وصار ورائي وليس أمامي. ثم بيقول بالتأكيد الظروف دي أثرت علي فنيا، وأثرت الظروف اللي بتمر بيها سوريا على كل إنسان سوري، فأصبحت العائلة السورية مشتتة نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة. وقال إن سوريا عاشت 10 سنوات من الجمر والصعاب، ونحن الآن نسير في طريق التعافي. يعني سوريا في طريقها ان هي بتتعافى حاليا. وكالات الانباء العالمية ما خدتش بالها من الجزء الاخير من التصريح. دريد لحام بيقول ان الدولة السورية في طريقها للتعافي، في اشارة ان الوضع في سوريا بدأ يتحسن. نجح الرئيس بشار الاسد عبر السنوات الماضية في ان هو يسترد عافية الوطن السوري. سابوا الجزء الأخير ده ومسكوا في التصريحات الأولى، الوضع الاقتصادي زفت، النظام السوري ماذا فعل في الفنانين، بشار الأسد ماذا فعل في الشعب السوري، آدي دريد لحام بيهاجم النظام السوري. طبعا حاولوا أن هم يلووا التصريح بتاعه، ثم دون أن يتوقفوا عند المقطع الأخير من التصريح بتاعه اللي بيؤكد نجاح بشار الأسد في إن هو يسترد عافية الدولة السورية. طبعا سوريا لا يمكن بأي حال من الأحوال إن هي تتعافى بين ومضة عين وانتباه. ليه؟ سعادتك تكالبت عليها الكلاب والذئاب، وتكلبت عليها قوى الخيانة والعار،
وما تطلق على نفسها المعارضة السورية بالداخل أو بالخارج، والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابيين، وتركيا، ودويلات عربية في المنطقة مع الأسف. كل ذلك تكالبوا على الوطن السوري النتيجة ذلك الذي يقول عنه ويتحدث عنه الفنان دريد لحام. تعالوا بقى حضراتكم شوفوا اللي بيحصل على الجانب الآخر عشان تتأكدوا إن الوطن السوري حتى اللحظة الراهنة بيعاني الأمرين، حيث اتهمت مصادر عسكرية ودبلوماسية تركية الولايات المتحدة الأمريكية بالتخطيط لإقامة دولة إرهابية في المناطق اللي بتسيطر عليها قوات قصد في شمال شرق سوريا، في الشمال وشمال شرقي سوريا. وقالت المصادر إن الانتخابات المحلية اللي أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لشمال شرق سوريا تأجيلها لأغسطس المقبل ما هي إلا مقدمة لخطوات أكبر. وقالت المصادر إن الولايات المتحدة الأمريكية بتقدم جميع أنواع التدريب فيما يتعلق بإقامة الدولة وعملها، وتقوم بتنفيذ ممارسة مماثلة لما حدث في شمال العراق، حيث تم نقل شخصيات رفيعة المستوى ستشارك في هيكلة الدولة لأمريكا لتعليمهم وتدريبهم على نظام الدولة، والآن يتم تنفيذ الأمر في شمال سوريا. هو ده اللي بيحصل. هل يا ترى النظام السوري كما تذكر المعارضة المزعومة هو المسؤول عن ذلك؟ مين اللي مسؤول عن تفكيك الوطن السوري غير مجموعة الخيانة والعار وأمثال محمد مرسي اللي صوتوا من قلب استاد القاهرة ويقول لك لبيك سوريا، احنا هنبعت مجاهدين من أجل الوقوف ومساندة الشعب السوري الشقيق، وهو في الحقيقة دعم موجه من قوى الإرهاب للقوى الإرهابية اللي كانت موجودة في قلب الدولة السورية بالتنسيق مع أمريكا ومع تركيا ودويلات عربية كانت بتنفق من أجل تدمير الدولة السورية، من أجل تنفيذ أجندة مخطط الشرق الأوسط الكبير، وبدأوا يدمروا وبيقتلوا ويدعموا المعارضة أساسا بقنابل ودانات وأربجهات ودبابات وطيارات، ويقول لك ده بشار الأسد هو اللي قتل الناس، وهي المعارضة السورية بتمتلك أسلحة. لا يا رحمك، مش المعارضة السورية، ده الدول اللي هي بتدعمك هي التي تمتلك وهي اللي مدتك، فانت ارتكبت الجرائم بتاعتك في قلب الوطن السوري، لان من مصلحة بشار الأسد ان هو ما يفجرش الوضع الداخلي، وبالتالي الذي فعل كل ذلك هو المعارضة السورية المزعومة. واوعى تقول لي ان في معارضة عندما تمر الأوطان بلحظة تحديات. اسألوا سياسة أوروبا عندما أعلنوا بعظمة لسانهم وقالوا بالحرف الواحد، عندما يمر الوطن بأي نوع من التحدي فلا تسألني عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان دي تتحط تحت الجزمة القديمة لحد ما الوطن يتعافى. ما بالك إذا كانت الدولة السورية بتتعرض لأكبر مؤامرة في التاريخ باعتبار أن هي دولة ممنعة ودولة تدافع عن قضايا الوطن العربي كله، لأن إذا انهارت سوريا انهارت كل الدول العربية، مع الاحترام والتقدير لكل دول المنطقة. لو سوريا انهارت خلاص انهار الوطن العربي كله، لأن هي عاملة بالضبط زي حائط الصد في مواجهة القوى المعادية للمنطقة، ولذلك كان هدف الدول الغربية أن هي توقع سوريا. فجي أمثال الرئيس الإرهابي محمد مرسي وصرخ صرخته المزعومة، وجه راشد الغنوش رئيس حركة النهضة الإخوانية من قلب دولة تونس عندما حكم هو وجماعة الإخوان الدولة التونسية بغفلة من الزمن، بعت أكثر من 30-40 ألف شاب تونسي عشان يحاربوا جنب قوى المعارضة. وانت مال أمك تتدخل في الشأن السوري ليه؟ ده مش تدخل في شأن دولة أخرى؟ ده المفروض ان كان امثال محمد مرسي وامثال راشد الغنوشي يتعلقوا على باب زويلة عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر. ازاي وانت مالك ومال حتى لو كانوا ثوار بصحيح في قلب الدولة السورية؟ انت مش من حقك تتدخل. ورغم ذلك الرئيس الارهابي محمد مرسي اللي حكم الدولة المصرية في غفلة من الزمن اعلنها قدام مليارات من شعوب العالم لبيك سورية. كان قدامه غزة، كان قدامه الملف الفلسطيني، ما قالش لبيك يا فلسطين ليه؟ زي ما بيحصل حاليا دلوقتي حضراتكم. حضراتكم دلوقتي قوى الإرهاب والخيانة اللي كانت بتنتفض في مواجهة الأنظمة العربية وفي مواجهة الشعوب سنة 2011 ما شفناش كلب فيهم صرخ وقال لبيك غزة.
ليه؟ لأنه هم كلهم كلاب تنبح لصالح الدول الغربية. كل وسائل الإعلام الدولية علقت على التصريحات الأولى بتاع الدريد لحام، بينما تجاهلت ذلك الذي يحدث على أرض الواقع وتجاهلت الشق الأخير من التصريح بتاعه، عشان تعرفوا حضراتكم ماذا يحدث في الخفاء. دريد لحام يثير ضجة بحديثه عن الوضع بسوريا وراتبه التقاعدي. دريد لحام: راتب التقاعدي يعادل سعر عبوتي غاز. تركيا تخشى دولة إرهابية في شمال سوريا. طبعا مش حرصا من تركيا على سوريا، حرصا على مصلحتها. لماذا تسعى الولايات المتحدة لشرعنة وجود الميليشيات بالمنطقة؟ طبعا ردود أفعال كثيرة جدا ومنشطات كثيرة جدا على المستوى الدولي، كلها بتكشف الستار عما يتعرض له الوطن السوري العزيز من مؤامرات منذ عام 2011 لحد تاريخ السعادي. ويجي لك بعض الخونة والإرهابيين يحملوا الرئيس بشار الأسد نتيجة ذلك الذي يحدث. ليس دفاعا عن بشار الأسد، لأن القضية مش قضية بشار، لأن بشار الأسد لو كان واثق تمام الثقة أن القضية أن هو يتنحى، هو عندوش مانع أن هو يتنحى، لكن القضية هو الوطن السوري. بتنحي بشار الأسد انتهت القيادات التاريخية من قلب الوطن السوري وانهارت سوريا لا قدر الله للأبد. هم بيرهنوا على سقوط الوطن السوري دون أن يدركوا أن سوريا ستظل هي الأقوى وستظل حائط الصد في مواجهة كل قوى الخيانة والعار وكل القوى المعادية للمنطقة العربية، لأن مصير وقدر سوريا أن هي تكون دولة قوة وممانعة.